حنا الان غادي نقدموا لكم واحد لي مافين، وكنعرفوا ان اليوم تغذيه اطفالنا مهمه كثير، وخصنا من بدايه الطفوله الصغرى ديال الاطفال كنحرصوا عليها كامهات طبعا تكون متنوعه تكون صحيه. وكيفاش نساعدوا اطفالنا يكتسبوا عادات غذائيه سليمه؟ فما كاينش مسهل من السقاطه، وما كاينش يعني مقرب للطفل من السقاطه. دي بيسكوي، دي كيك، دي مادلين، ما خصناش نخليو الوليدات يولفوا على ديك الحلاوه من الاول. فداك الشيء علاش رفقات لي شيف والاخوات اللي شاركوا معنا في حديث ومغزل، هناك دائما تنوع، هناك دائما اقتراحات باش تعطي واحد البديل صحي، واحد البديل اللي كتصوبيه على يديك في الدار وتكوني متاكده من اشنو كياكل الطفل او كياكلوا الاطفال ديالك. اليوم مع الشيف ليلى كامل غادي نقدموا لكم واحد لي مافين راهم كيجيو بحال لي مادلين، ولا شفتوهم بالصوره لكل الاخوات اللي داخلين معنا على الصفحه ديال الفيسبوك سناء الزعيم اصوات، اللون ديالهم خضر. انا ما نخفيش عليكم في الاول صحابني راهم بالبيستاش، ولكن من بعد شرحت لي ليلى تبارك الله عليها والوصفات الصحيه ديالها كتعجبني بزاف، انها دارتهم باوراق الصبانخ. فلي زيبينار ما كيبغيش الطفل ديالك ياكلهم لك، الا درتيهم بحال ليلى كنخدموا البقوله كيجيو غزلان، ولكن الوليدات كيكونوا شويه ما عزيش عليهم هذه الوصفات. اليوم الحيلة أحسن من العار، ومع ليلى غادي تبين لنا فعلا بالدليل أنه كل شيء ممكن فعلا تماما. منين صوبتيهم تكلاو ياك بنياتك؟ كلاوهم كلاوهم كاملين. وبغيت غير عافاك نوجه واحد التحية لواحد الأستاذة في واحد لاكخيش، قالت لي كانت عندنا الحصة ديال الطبخ وأنا ندير لهم هاد لي مافن، وخبيت عليهم ما سميتو طحنتو قبل عاد جبتو ليهم زعما باش ما يبان لهم الصبانخ، وبداو كياكلوا فيه وكيصحاب لهم كولورون، هذا كيصحاب لهم الخضر كولورون وعجبهم. قالت لي فغيمون تكالو، وكنسلم عليها من هنا كنقول لها الله يعطيك الصحة مزيان أننا نديرو لهم الثقافة ديالك. شنو سميت الحقيقة ما عرفت، هي غير كتبت لي في لاباج ديال انستغرام. وانت حنا كنسلموا عليها نقولوا لها تبارك الله عليك والله يكثر من متايلك، وكنعرفوا على انه ايضا هاد الورشات ديال التغذية وديال الطبخ اللي اليوم حاضرة في الكثير من المؤسسات التعليمية سواء القطاع العام أو القطاع الخصوصي وربما أكثر المدارس الخصوصية. فأنا يعني كنغتنم الفرصة ليلى وكنوجه دعوة للأساتذة بشراكة مع جمعيات مثلا أولياء الأمر ولا الآباء والأمهات أنهم يعملوا ولو لمرة أو زوج في السنة الدراسية ورشة مع الأطفال باش كيكون واحد تحسيس واحد توعية، وكتكون شراكة ما بين الأسرة وما بين المؤسسة التعليمية، لأنه وليداتنا ملي كنحطوهم في المدرسة ويدوزوا فيها نهار كامل راه طبعا المؤسسة التعليمية هي كتكون خاصها تحمل مسؤوليتها وتحرص على هذه الأمور هذه. فهناك ورشات اللي كيديروهم مثلا الأهمية الفطور لو بوتي ديج، كيديروهم لتحسيس الأطفال بأهمية الفواكه مثلا التفاح وغيرها أو الخضر. فكنحييو طبعا كل هذه المبادرات. إذا المافين بالصبانخ وغيجيكم رائع جدا، وليداتكم غادي ياكلوه بعينيهم مغمضين. تماما، هذا ماشي غير وليدات، حنا كاملين كاينه، كلشي الكبار والصغار كلشي كيعجبهم، كيجيو ولدات بزاف والله. إذا أنت راجل كاينه ما كيبغيش ياخذ لك لي زيبينا، هذا فوالا هذا يدوزي له مع مع القهوة. لا لا أي حاجة صحية كياكلها ما عنديش مشكل. لا المستمعات، أنا كنهضر مع المستمعات. إذا بالنسبة للمقادير ديال هاد البافور، غادي نحتاج جوج كيسان ديال الطحين، أربعة ديال البيضات، نص كاس ديال الحليب، نص كاس زيت إذا كانت بلدية تكون أحسن، إلا ما كانتش ماشي مشكل. إذا غناخدو قبطة ديال الصبانخ وتكون شوية كبيرة، ناخدو إلا لقينا غير صغيرة ناخدو إيه، غناخدو واحد الكيس ديال الخمارة، فرماج محكوك، الفرماج الأحمر محكوك، وزيتون حمر مقطع، شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الثومه بودره. الزيتون اش من شكل اللي خاص الزيتون الاحمر؟ الزيتون الاحمر خديته غير باش يبان الداخل مبدل في اللون، يعني باش يعطيني واحد الشكل الداخل، ما كيهمش يعني ممكن دير كحل او خضر اللي بغات، فقط الاحمر على قبل اللون. اذا بالنسبه لما غنعاود المقادير، غناخذوا جوج كيسان ديال الطحين، اربعه ديال البيضات، نص كاس حليب، نص كاس زيت، قبيطه ديال الصبانخ، كيس ديال الخماره، فروماج محكوك، زيتون حمر مقطع صغير، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الثوم بودره. بالنسبه للطريقه، ناخذ داك الحليب
والصباريخ غادي نطحنهم في شي خلاط كهربائي. كنطحنهم حتى كيوليو لينا صافي كتختفي ديك الصباريخ كيوليو لينا بحال عصير ديال عصير خضر. والصباريخ ما كتكونش فورتيهم قبل كيبقاو هكا غير يتغسلوا مزيان. طبعا اهميه غسل الصباريخ سيده تغسلهم مزيان في الماء تعطيهم الماء مزيان حتى يتغسلوا وتنشفهم وعاد تطحنهم مع الحليب. اييه كنطحنهم كنحطوا على عصير ديال الصباريخ. اذا كناخذوا البيض وكنبداو نضربوا شي شويه غير بيدينا بالفوه بيدينا وكنضيفوا ديك الصبانخ وكنبداو نزيدوا الباقي يعني الزيت التوابل وكنبداو نضيفوا داك الجبن طحين الخماره ومن اخر حاجه الزيتون الاحمر هادشي كله كنخلطوه وكنبداو نديروه في كويختات ديال الفرد دوك الكويختات ديال لي كابكيك كنكبوا تقريبا معلقه كبيره يعني حيت انا درت صغيورين انا كنفضل ندير صغيورين باش ما يعطوش منهم الدراري ويبقاو كياكلوا كياكلوا في مره. نعم نديروهم القياس راه خرجوا لي تقريبا 24 حبه. 100 كناخذوا معلقه كبيره وكنديرها في كويختات وكندخلوهم للفران تكون درجه الحراره ديالو 200 المده ما بين ربع حتى ثلث ساعه غالبا ربع ساعه كنلقاهم صافي راه بداو كيطيبوا يعني كنردوا البال صافي وكنقدموهم بكل سهوله. سهلين المقادير ديالهم بساط يعني ما فيهمش شي حاجه اللي نهائيا يعني البساطه بعينها وهادو كيجيو على طبت الملحه يعني كيجي حتى الذوق ديالهم مختلف بالنسبه كذلك للسيدات اللي كيبحثوا على هاد الوصفات او الحلوى اللي كتكون مالحه فعلا رائعه جدا هاد الفكره ديال لي مافين بالصبانخ. عندي سؤال في الفرماج الاحمر ما قلناش القدر شحال تقريبا واحد 5 دراهم 10 دراهم السيدات غالبا هو غير المذاق وصافي يعني غير كتضيفي كاضافه للملوحه وصافي يعني ماشي ما غاديش يخسر الوصفه او يزينها فقط كتبقى السيده الكميه اللي عندها اللي توفر عليها. لاله تبارك الله عليك الله ليلى شهواتك دائما متنوعه ولذيذه ومفيده للكبير والصغير في الدار. باسم مستمعاتنا كنبغي نعاود نشكرك وكنقول لك كتنورينا وان شاء الله نشوفوك قريب ونسمعوك قريب وطبعا لكل من كيبغي يتابع عن قرب الشيف ليلى كامل ممكن تزوروها عبر الموقع ديالها وعبر كذلك الصفحه ديالها والاسم وحاليا في قناتي على اليوتيوب كويزين كنخليو فراغ وكنديروا ليلى كامل فكاينين وصفات كثيره ومتنوعه وان شاء الله تعجبكم ومرحبا بكم زوروني. الله يبارك فيك حبيبه تهلا في راسك وفي البنيات سلم على الوالدين وعلى الجميع من عندي والى فرصه قريبه ليلى. وطبعا نحن كنذكروا انه هذه الوصفات اللي تقاسمنا معكم اليوم في الصباح في هذه الحصه من حديث ومغزل غادي كذلك تحصلوا عليهم عبر صفحه ديالنا ديال فيسبوك رسميه الاصليه سناء الزعيم أصوات.